السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه لايف ماب. الموقع دوت بيوريك الأحداث الدائرة دلوقتي، يعني دقيقة بدقيقة، كل شوية بتلاقي إن في تحديث حصل، فربنا يستر. فالميزة إن هو رابط بين الأحداث مع الخريطة. الواحد عشان يفهم التاريخ أو عشان يفهم الأحداث لازم يكون فاتح الخريطة قدامه. فمثلا لو أنت عايز تعرف إيه اللي بيحصل دلوقتي، هتعمل زوم على الجزء اللي أنت عايزه، فهتبدأ تظهر لك كل الأحداث اللي موجودة باللينكات على المواقع الإخبارية اللي بتتكلم عن الحدث دوت. فتلاقي الأحداث اللي بيحصل دلوقتي كل شوية، وتلاقي الأخبار موجودة، وتلاقي معلومات عن كل حاجة بتحصل في نفس الوقت. ربنا ينصر أهلنا في غزة. اي حاجة تقف عليها هيبدأ يديك معلومات على اللي بيحصل عشان تبقى على دراية بكل حاجة بتحصل.